المعركة ليست معركة عسكرية فقط، فنحن بحاجة للسياسي والاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب القبلي والجانب التوعوي والجانب الديني. نحن مع أي سلام عادل وشامل يحقق الأمن والاستقرار، يحفظ دماء اليمنيين، يعيد لهم كرامتهم، وملتزمين بكل وصايا الزعيم ومن أهمها المصالحة الوطنية. نحن نطلق مشروعنا اليوم السياسي هذا إيمانا بالشرعية الدستورية والدستور اليمني، ومن حقنا أن نكون جزء سياسي في هذا الوطن ضمن الشرعية، وندعو الكل لمصالحة وطنية واستفاض وطني حقيقي لمواجهة المشروع الكهنوتي المدعوم إيرانيا. لن نضع بنادقنا إلا حتى يتحقق بإذن الله النصر والسلام العادل والشامل لكل اليمنيين. نؤكد من خلالكم أن النضال مستمر وأن السياسة في جانب والبندقية في جانب.